أخبار التيك توك. في مجموعة من البثوث والتحديات رأيت واحدة تقول لهم ابعثوا لي طونالد، ابعثوا لي طونالد، سكر الهدف، أريد الحروف باللغة الإنجليزية. وأنا مع نفسي أقول ماذا تقصد بطونالد؟ إنها تقصد الشفنجة، متعودة على خرينجو والشفنجة، ولا تقول لي ابعثي طونالد، تريد أن تقول دونالد، قول ابعثي شفنجة ولا خرينجو. لقد ابتلينا في التيك توك بمجموعة من الطلنطيات والمسخوطات الخارجات عن السيطرة وعن الأخلاق، وشنا أمام الكاميرات يطبقنا الأحكام كما يقولون، أحكام السطل والطاسة والماء، وكأنها في مولى يعقوب يدوشنا في نصاصات الليل. أين أنتم أيها الجنون؟ أين الجن؟ لماذا لم يقم بعمله؟ هل الجن هو كذلك يتفرج في اللايف؟ الله أعلم. تقول إحداهن لصديقاتها هل هناك شامبوان؟ هل يوجد البزار والطحين والخميرة والبهارات من حار وسكين جبير إلى آخره؟ وترد عليها كل شيء موجود، الماتريال النصب موجود، خلطي وجلطي جيدا. وكأنها تصنع لنا كيكة، صب الخليط على وجهك وصدرك لأن الدعم المريض يحب ذلك. طبق الحكم، إنه يريد أن يرى البصارة على كمارتك. عيب عليكم، والله عيب عليكم. أصبح العالم كله يتفرج على المباشر في مراحيضكم. هناك رجال ونساء يرفعون العلم خفاقا في جميع المجالات الرياضية والثقافية والدينية إلى آخره، وأنتم تضربون كل هذه الإنجازات في الصفر، ولا أحد يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا. ماذا سنقول للناشئة لأطفالنا عندما يرون هذه التصرفات؟ ماذا سيكون جوابنا؟ أنهم يلعبون الأولمبياد في موسم سيد العريان. اللهم اهديهم. من عجبه الفيديو فليشيره مع أصدقائه لتعم الفائدة، لعل الله يهديهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.